بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا اليوم اللي هو ضرب وحيدات الحد. بسم الله نبدأ. طبعا قبل ما نبدأ في ضرب وحيدات الحد نتعرف على ما هي وحيدات الحد. وحيدات الحد هي إما أن تكون عدد مثل 6 أو 10 أو 37 أو 584 أو أي عدد موجب أو أي عدد سالب بالإضافة إلى الكسور. إذن أول حالة عندنا اللي هو العدد 2 المتغير مثل سين أو صاد أو عين أو كاف أو أي حرف أبجدي. ثالثا ضرب عدد في متغير مثل 4 سين أو 5 صاد أو 17 عين سواء كان المعامل هنا موجب أو إيش سالب. آخر أنواع وحيدات الحد اللي هو ضرب عدد في أكثر من متغير مثال 8 سين صاد أو 27 سين صاد أس 5 عين أس 2 مع ملاحظة أن يكون الأس هنا بالموجب. إذن وحيدة الحد إما أن تكون عدد أو متغير أو حاصل ضرب عدد في متغير أو ضرب عدد في أكثر من متغير. طيب هذه الحالات اللي يكون فيها تكون العبارة فيها وحيدة الحد. طيب ما هي الحالات التي لا تكون ليست العبارة فيها وحيدة حد؟ أولا العبارة التي تحتوي على متغير في المقام مثال سين على صاد. لاحظوا هنا المقام يوجد فيه متغير وهنا 3 سين على لام. إذن المقام هنا يوجد فيه متغير. إذن هذه أول حالات التي لا تمثل فيها العبارة وحيدة حد. ثانيا العبارة المرفوعة للأس السالب مثال 5 سين أس سالب 1. ليش هذه لا تمثل؟ لأن لو الأس السالب هو عبارة عن مقلوب العدد، يعني هذا الآن لو بحله بيكون عندي إيش 1 على 5 سين، بتكون سين وين في المقام. وحنا من الشروط أن لا يوجد متغير في المقام. طيب ثالثا العبارة التي تحتوي على عملية جمع مثال 4 سين زائد 3 صاد. هذه الآن عبارة عن وحيدة حد وهذه وحيدة حد. إذن هذه الآن وحيدتي حد وليست وحيدة حد، لذلك العبارة التي تحتوي على عملية جمع لا تمثل وحيدة حد. بالإضافة إلى آخر النقطة عندنا اللي هي العبارة التي تحتوي على عملية جمع مثال 5 باء. لاحظوا معي هنا 5 باء ناقص 4. الخمسة باء هذه عبارة عن وحيدة حد وأربعة تعتبر إيش وحيدة حد. إذن هذه الآن عبارة عن وحيدتي حد وليست وحيدة حد. بعد ذلك ننتقل إلى تمييز وحيدة الحد. تمييز وحيدات الحد، حدد إذا كانت العبارة الآتية وحيدة حد، اكتب نعم أو لا وفسر إجابتك. طيب عندي الآن أنا 10، إيش رأيكم شباب؟ 10 هل تمثل؟ نعم تمثل. ليش؟ لأنها عبارة عن إيش؟ عدد. إذن 10 الآن نعم وحيدة حد لأن 10 عدد. طيب الحالة الثانية ف زائد 24. ف زائد 24 هذه لا تمثل لأنها تحتوي على عملية إيش؟ جمع، أو لأن العبارة تتكون من إيش؟ حدين. طيب ها أس 2 نعم. ليش؟ لأنها عبارة عن حاصل ضرب متغير في نفسه. لام نعم لأن لام عبارة عن إيش؟ متغير. طيب ناخذ تدريب، حدد ما إذا كانت العبارة الآتية وحيدة حد، اكتب نعم أو لا وفسر إجابتك. طيب إيش رأيكم في الأولى؟ نعم ولا لا؟ إذا الأولى لا لوجود عملية جمع. طيب الثانية 23 ألف باء جيم دال أس 2 إيش رأيكم؟ إذن نعم
منها حاصل ضرب عدد في عدة متغيرات، حاصل ضرب عدد في عدة متغيرات. طيب سين صاد عين أس 2 على 2، نعم وبنفس السبب اللي هو لأنه حاصل ضرب عدد في عدة متغيرات. طبعا العدد اللي موجود هنا اللي هو النص. طيب آخر واحدة، آخر واحدة، يبقى نقول لا السبب لوجود متغير في المقام، لوجود متغير في المقام. طيب بعد ذلك ننتقل إلى ضرب القوى. طبعا معروف في ضرب القوى أن نجمع القوى في عملية الضرب ونطرحها في عملية القسمة ونضربها في حالة قوة أس قوة. طيب الآن عندي أنا الآن 6 نون أس 3 ضرب 2 نون أس 7. طبعا بنضرب العدد في العدد والحرف في الحرف كما يلي. لاحظوا معي الآن ضرب 6 في 2 ونون أس 3 ضرب نون أس 7. 6 في 2 معروفة اللي 12، ونون أس 3 ضرب نون أس 7 نجمع الأسس في هذه الحالة لأن العملية ضرب. إذا نون أس 3 زائد 7 ويساوي في النهاية 12 أس 12 نون أس إيش 10. طيب نفس الحالة هنا بنضرب العدد في العدد. طبعا هنا عندي 3، هنا المعامل كم؟ ما في معامل، معناته إيش؟ 1. إذا نضرب 3 في 1 بعدين باء أس 1 في باء أس 3 بعدين هاء أس 3 في هاء أس 4. يلا الآن نضرب العدد في العدد والحرف في الحرف. 3 في 1 يعطيني 3، وباء أس 1 في باء أس 3 يعطيني إيش؟ نجمع الأسس يعطيني باء أس 4، وهاء أس 3 زائد 4 نجمع الأسس في النهاية بيطلع عندي 3 تنزل. هنا جمعنا الواحد زائد 3 طلع عندي باء أس 4، هنا جمعنا 3 زائد 4 طلع عندي هاء أس 7. ناخذ تدريب على ذلك. يقول بسط كل عبارة مما يأتي: 3 صاد أس 4 في 7 صاد أس 5. طبعا نضرب العدد في العدد، نضرب العدد في العدد. عندي هنا الآن 3 في 7 على طول نضربها يعطيني 21، ولما نضرب صاد أس 4 في صاد أس 5 يعطيني صاد أس 4 زائد 5 ويساوي في النهاية 21 صاد أس 9. طيب بعد ذلك عندي قوة القوة. يقول بسط العبارة التالية. زي ما قلنا قبل شوي إذا كان عندي قوة أس قوة نضرب إيش؟ الأسس. قوة أس قوة نضرب الأسس. عندي الآن أنا هنا 3 أسس، حتى لو كان 4 أسس نضرب الأسس كلها في بعضها البعض. طيب لاحظ هنا الآن نقول إيش؟ 2 طبعا الأساس يخرج كما هو ونضرب الأسس. 3 ضرب 2 ضرب 4 وفي النهاية يطلع عندي 2 أس 24. ليش؟ لأن 3 في 2 6، 6 في 4 يساوي 24. طيب ناخذ مثال آخر. بسط العبارة التالية: 2 أس 2 الكل أس 2 الكل أس 4. طبعا عندي هنا الآن 2 أس 2 الكل أس 2 الكل أس 4 نقول يساوي، طبعا يخرج الأساس كما هو هذا الآن يخرج. إذا 2 أس 2 ضرب 2 ضرب 4 ويساوي،
اثنين أس اثنين في اثنين طبعا أربعة، أربعة في أربعة يساوي كم؟ 16. إذا الجواب عندي في النهاية 2 أس 16. واضح؟ طيب. بعد ذلك عندي تبسيط العبارات، يقول بسط العبارة 3 س ص أس 4 أس 2 في سالب 2 ص أس 2 الكل أس 3. طبعا هنا عندي الآن القوس الصغير هذا أسه كم؟ 2. وعندي القوس الكبير هذا أسه كم؟ 3. أول شيء أوزع الأس الاثنين هذا على الثلاثة على السين على صاد أس 4، يكون كالتالي. أولا لما الثلاثة أس 2 يعطيني كم؟ 9، لأن 3 × 3 يساوي 9. سين أس 1 ضرب 2 اللي هو الأس اللي على القوس كامل. الآن بوزع الأس هذا اللي على القوس بوزع على ما بداخل القوس. إذا هنا سين أس 1 ضرب 2 يعطيني سين أس 2. هنا سين صاد أس 4 الكل أس 2، يعني أضرب الأربعة في الاثنين يعطيني كم؟ 8. طيب هنا عندي الآن سالب 2 الكل تربيع. الآن بوزع الأس اللي على القوس الصغير أولا. طبعا لما نقول سالب في سالب يعطيني موجب، اذا تروح علامة السالب. 2 في 2 يعطيني كم؟ 4. وصاد اس 1 الكل اس 2 يعطيني صاد اس 2، والكل يساوي اس ايش؟ 3. اذا الان 4 صاد اس 2 الكل اس 3. اذا الان في الحالة هذه بوزع الان الاس 3 على ما بداخل القوس. طيب إذا هذا بينزل كما هو اللي هو 9 س أس 2 ص أس 8. هذه الآن أوزع الأس عليهم يطلع عندي 4 في 4 في 4 ثلاث مرات، 4 في 4 16 في 4 يعطيني كم؟ 64. ص أس 2 كل أس 3، طبعا إذا كان عندي قوة أس قوة نضرب الأسس، إذا 2 في 3 إذا ص تساوي ص أس كم؟ 6. الآن أضرب العدد في العدد، إذا أضرب الآن 9 في 64 وبضرب سين أس 2 في طبعا سين مالها هنا شيء، إذا تنزل لوحدها صاد سين أس 2، وهنا نضرب صاد أس 8 في صاد أس 6. طيب الأعداد سهل أضربهم مع بعض، 9 في 64 يعطيني كم؟ يعطيني كم؟ 576. وسين أس 2 تنزل زي ما هي، صاد أس 8 ضرب صاد أس 6 نجمع إيش؟ الأسس زي ما قلنا في الضرب نجمع الأسس، 8 زائد 6 يعطيني كم؟ 14. إذا الجواب النهائي بيكون 576 سين أس 2 صاد أس كم؟ 4. الخطوة الثالثة، هذه الخطوة الخطوة الثالثة هذه طبعا القوس الأول نزل زي ما هو، هذه 9 س أس 2 ص أس 8. عندي هنا الآن القوس الكبير كله أس إيش؟ 3. إذا أنا بوزع الثلاثة على الأربعة وعلى ص أس 2، لما نقول 4 أس 3 معناها 4 في 4 في 4 ثلاث مرات، 4 في 4 16 في 4 يعطيني كم؟ 64. طيب صاد أس 2 عندي الكل أس 3، حنا قلنا إذا كان عندي قوة أس قوة نضرب الأسس، إذا صاد أس 2 في 3 ويعطيني صاد أس كم؟ 6. واضحة؟ طيب عندنا الملاحظة هنا، عندي توزيع الأس على القوس. عندي هنا القوس صغير وعندنا هنا القوس صغير وفيه قوس ايش؟ الوسط هذا. طبعا الان هنا الان الاس 4 هذا خاص بمين؟ بالصاد لوحدها، لكن الاثنين الان الاثنين يوزع على الثلاثه والسين والصاد كل ما بداخل القوس، هذه منتبه لها يا شباب. ثانيا الثلاثه هنا عندي الاثنين يوزع على ما بداخل القوس الصغير كله، إذا يوزع على السالب وعلى الاثنين وعلى الصاد. طبعا احنا في ملاحظة ان الأس الزوجي دائما يلغي علامة ايش؟ السالب. اما الأس الفردي يبقي علامة
السالب. طبعا هنا بداية بنبدأ بالقوس الصغير، إذا بيروح السالب من في أول حالة اللي هو سالب في سالب يعطيني موجب، هنا 2 في 2 بيعطيني 4 زي ما طلعناها هنا، وصاد أس 1 الكل أس 2 يعطيني صاد كم؟ أس 2. طيب يبقى القوس، يعني الآن فكينا القوس الصغير، بعدين بنفك الآن القوس إيش؟ الكبير. عندي القوس الكبير الآن أس 3، إذا نوزع الثلاثة على الأربعة، بعدين نوزع الثلاثة على صاد أس 2 على الأربعة، إذا كان عدد أضربه في نفسه بعدد إيش؟ الأس، لأن الأس يساوي عدد تكرارات إيش؟ الضرب. فنضرب هنا 4 في 4 يطلع 16 في 4 يعطيني 64 صاد أس 2، وعندي الكل أس 3، إذا هنا عندي قوة أس قوة، نضرب 2 في 3 يعطيني صاد أس كم؟ أس 6. واضح؟ بعد ذلك نضرب العدد في العدد، 9 في 64 هذه هي 9 في 64، سين ما لها شيء هنا تنزل زي ما هي بنفس أسها، هنا صاد أس 8 في صاد أس 6 مع بعض، أساس إيش؟ في الضرب إذا كان عندي متغيرات نفس المتغير نجمع الأسس. ضربنا هنا 9 في 64 576، وسين أس 2 تنزل زي ما هي، صاد أس 8 ضرب صاد أس 6 يعطيني صاد أس إيش؟ 14. بعد ذلك ينزل الرقم اللي هو هنا 576 زي ما هو، سين أس 2 زي ما هو، الصاد جمعناها بدون علامات إيش؟ عمل بدون علامات الضرب. واضح يا شباب؟ طيب يكون لذلك انهينا درسنا اليوم، وننتقل الآن إلى ملخص. طبعا الملخص يكون تمييز وحيدات الحد. عرفنا وحيدات الحد أنها تتكون إما من عدد، طبعا قلنا العدد إما يكون موجب أو سالب أو كسر أو متغير وهو أي حرف أبجدي، أو حاصل ضرب عدد في متغير زي ما قلنا مثل 3 سين أو 2 صاد، أو سواء كان بالموجب أو بإيش؟ السالب، أو حاصل ضرب عدد في عدة متغيرات بحيث يكون الأس صحيح وموجب. وعرفنا الحالات التي لا تمثل فيها العبارة وحيدة إيش؟ حد، مثلا العبارة التي تحتوي على متغير في المقام هذا لا تمثل وحدة حد، وجود عملية جمع أو وجود عملية طرح أو وجود أس سالب. طيب بعد ذلك عرفنا ضرب القوة، وقلنا في الضرب نجمع إيش؟ الأسس بشرط أن يكون لهما نفس إيش؟ الأساس. بعد ذلك تعرفنا على قوة القوة، وقلنا إذا كان عندي قوة أس قوة نضرب الأسس مهما كان عددها، أحيانا يكون قوتين، أحيانا يكون ثلاث، أحيانا أربع، فمهما كانت القوة نضرب القوة. بعد ذلك تبسيط العبارات زي ما سوينا في المثال اللي قبل شوي. طيب وبذلك يكون انتهينا من درس اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.